نتابع معكم في هذه التغطية. تحول الآن إلى مقر سكن الحجاج في ميناء. معنا من هناك الزميل خليل الجبيري. خليل أهلا بك مجددا، وأيضا نتابع معك مزيد من التغطية. ماذا لديك حتى اللحظة؟ نعم خالد، لعل الآن بدأت عودة بعض الحجاج إلى المباني التي يسكنون بها. بعض الحجاج بعد أن رموا الجمرات الثلاث هذا اليوم عادوا بعضهم إلى هذا السكن. خالد، لعلي معي أحد الحجاج وهو قام برمي الجمرات، خلينا نتعرف عليه بداية. حج، عرفنا على اسمك، تفضل معي شوية. أكرم حضرمي من إندونيسيا. طيب أكرم، أنت رميت الجمرات قبل شوي، كيف شفت الجمرات وأنت رايح للجمرات، كيف كان؟ الصراحة شعور جدا لا يوصف، وخاصة باتباع التعليمات التي تأتي من قبل وزارة الحج والعمرة وكذلك التوجيهات من وزارة الصحة. بكار، وتمت أمور التفويج تمت بسلاسة الحمد لله. نعم. طيب كيف رمي الجمرات لما أعطوكم الجمرات معقمة، كيف كانت؟ نعم، سلمونا إياها قبل الانطلاق إلى رمي الجمرات. لما كنتوا في مزدلفة أخذتوها؟ إيه نعم، أعطوني إياها، ثم بعد ذلك معقمة وما إلى ذلك، ثم خطة التفويج جميعها أتت ولله الحمد من قبل قائد الفوج واتباع تعليماته، حيث الاتجاه إلى الجمرات بطريقة متتالية، كل فوج بعد فوج، B1 B2 B3 إلى B20. طيب ايش شعورك وانت اليوم ما شاء الله من بين اكثر من مليار مسلم، يعني سبحان الله ربي رزقك بهذه الحجه الاستثنائيه وانت تحج، ايش شعور؟ والله جدا شعور جميل، والشكر دائما صراحه لله دائما وابدا، ثم الشكر كذلك لمقام سمو خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الامين، وكذلك الشكر موصول لجميع الجهات المعنيه لوقوفهم معنا لاداء مناسك الحج بحج آمن وصحي إن شاء الله تعالى. الله يتقبل منكم يا حاج، وترجع إن شاء الله سالم معافى، والله يتقبل منك صالح الأعمال. آمين يا رب وإياكم، جزاكم الله خيرا على إتاحة الفرصة، حفظكم الله. شكرا شكرا. خالد، هذا أحد الحجاج عاد قبل قليل من رمي الجمرات، رمى الجمرات الثلاث، تكلم عن كيفية كانت الطريقة الذهاب إلى الجمرات ورمي الجمرات.